Préférence de versement. Ajouter un mode de versement. Je vais aller avec le bayonet. بيان العنوان مثلا راح نعمل هنا عنوان افتراضي رقم 15 مثلا لوت دوزيام اسم الجي الجي بوست بوستال 16000 العنوان لازم يكون صحيح لأنك راح تحصل على هذه البطاقة في هذا العنوان. عمل سويفون. بعدها راح يبعثنا ديركت الموقع الى هذا الموقع الى في التسجيل الى في بيونر مثلا دافيد بيرن كذا 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 كذا. هذا درنا اسم افتراضي لقب افتراضي عنوان ايميل صحيح رقم صحيح. نعمل سويفون انجيري كاسك سويفون. راح دير المود باس تاعك كيستيون مثلا راح دير كيستيون دو سيكوريتي باغ اكزومبل ديرنا pour être simple زعما دير كلي فوتر بروميير فواتور كتب فواتور باش ما تنساش رقم السري هذا فواتور مثلا سويفون راح تعمل رقم بطاقة التعريف تاعك او رقم جواز السفر. راح نعمل رقم افتراضي. انت لازم دير رقم صحيح لانه راح يطلب منك نسخة من بطاقة جواز السفر. جاكسب كوموندي وهكذا قد تم طلب البطاقة بنجاح. وبعدها سوف تتحصل على ايميل تاع كونفيرميشن خلال 3 ايام او يومين او نهار من اجل شكرا. من بعد راح نوريكم كيفية شحن البطاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.